كتقولوا لنا الخيانه هي بن شرقي. لا اسمح لي، بن شرقي لاعب محترف وكيتقاضى الاجر باش كيخدم داكشي اللي كيدير. الخيانه هو الناس اللي مشاو للوطيل، هذوك هما الخيانه، اللي مشى للوطيل قبل المقابله ومشى للوطيل بعد المقابله باش يهنئهم، هذيك هي الخيانه. ما بغيناش حنا اللي غادي يشجع ضد الدراجه ولا ضد الوداد ولا ضد بركان، حنا فرق مغربيه وانت اش بينك وبينهم، انت بعيد عليهم، كلشي واضح. ولو انك غادي تجيب طوموبيله ماشي ديالك وتجي مخبي مغاربه، هادو يجبدوك يجبدوك. كنحمل المسؤوليه للقجع، هو اللي بقى كيأجل بقى كيأجل لي ماتش، كيبانوا الاصابات وكيأجل لي ماتش كيأجل لي ماتش حتى زير الفراقي اللي لاعبين على هذا. اذا المسؤوليه كلشي كيتحملها باش ما نخبيو حتى شي حاجه. مرحبا بكم على قناه خالد با يوسف. اولا وقبل كل شيء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا حتى يصلكم الجديد. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم جينا نهضروا على الفروق المغربيه اللي غادي تمثل المغرب، اللي كنتمنوا ليها التوفيق. حسينا وحس الشارع المغربي بواحد النكسه كرويه ملي شاف ان الفرق المغربيه بجوج اللي شاركوا في ابطال افريقيا انهم انهزموا. الاولى الوداد اللي انهزمت بهدفين لصفر، والثانيه هي الرجاء اللي انهزمت بهدف ليلاشي. كنشوفوا ان هاد النتيجه ماشي شي حاجه اللي نقدروا انها تخلعنا، مادام اننا عندنا فرق اللي كيرجعوا في النتيجه، فرق اللي رغم انهم كيكونوا منهزمين في الالي قدر الروتور يرجعوا، رغم انهم كيكونوا منهزمين في الشوط الاول ممكن ان في الشوط الثاني يرجعوا. وما نساوش ان بركان التاهل ديالها، علاش ما درناش تحليل الماتش ديال اكادير وبركان؟ بزاف ديال لي كومونتير كيقول لي علاش ما درتيش التحليل هذا الماتش ديال بركان واكادير، بما ان الفرق بجوج ديالنا مغاربه بجوج ما غاديش ديروا التحليل. نرجعوا لضربه الجزاء اللي وقع عليها لاغات، في نظري الشخصي انا كنهضر على النظر ديالي الشخصي، كنشوف انها ضربه جزاء قاسيه شويه. المهم نرجعوا للموضوع. الصراحه واحد الضربه موجعه للرجاء البيضاوي بعد ما قالوا ان زريده متولي حافظي جبرون العرجون كلهم تصابوا بالوباء. هادشي اللي كان ناقصنا، كنا كنقولوا ان نقدروا اننا نرجعوا، نقدروا اننا نرجعوا في النتيجه الا حيدنا متولي والحافظي وزيد زريده وزيد العرجون وزيد كنشوف ان المراسله ديال الرجاء البيضاوي كنتمنوا ان الاتحاد الافريقي الكاف انه يرد عليها بطريقه ايجابيه، انه يوافق على التاجيل. الى اجلوها نقدر نقول لكم واحد 80% نقدروا نرجعوا في النتيجه، الى عطينا الوقت باش يتشافوا هاد اللاعبين اللي كنتمنوا لهم الشفاء العاجل، ويعطينا الوقت المدرب انه يعاود يلم التشكيله، يرجع شاكير يرجع الورفلي يرجعوا بزاف ديال اللاعبين اللي عندهم وزن في الرجاء، نقدروا نرجعوا في النتيجه. نرجعوا لبركان قبل ما نمشيو للوداد. بركان فريق اللي كثر عليه اللغط، كثر عليه اللغط، الا انه الصراحه فرقه واقفه وكنشوفوا فيها نقطه الضوء بما انها تاهلت للفينال. وكنتمنوا انا في نظري الشخصي كنتمنى ان الفريق المصري هو اللي يتاهل في النصف غدا، لان شي تدوينات في الفيسبوك راه تقاسينا فيهم بزاف. شوفوا واش قالوا لنا. قالوا وكان عرفنا النيفو هو هذا، كون صيفطنا الفرقه ديال طنطا شي فريق ضعيف عندهم في البطوله ديالهم المصري. هادشي زعما كيبقى فينا ملي كنشوفو. نرجعوا للوداد البيضاوي. الوداد اللعابه اللي تلقتي هما اللي كيضربوك، اللعابه اللي تلقتي بن شرقي والنجم النهيري، شوف غير النهيري طريقه باش مشى، يعني ان الرئيس كنرد اللوم الرئيس الناصري اللي ما قدرش انه يلم الفريق، اللي ما قدرش يحافظ على التوابيت ديال الوداد البيضاوي. شوف غير الطريقه باش مشى النهيري. نرجعوا لواحد النقطه اللي مهمه بزاف، هي بزاف ديال المغاربه مشاو كيهاجموا بن شرقي كيقولوا لي علاش الخيانه هذا. انا كنقول لهم هذا كيتسمى الاحتراف، من حقه انه يمركي مادام انه كيتقاضى واحد الاجر خصو يدير العمل ديالو، والعمل ديالو هو انه يمركي. الخيانه فين كاينه؟ في شي وحدين اللي بعيد عليهم هذا الشيء كامل وكتلقاهم جايين للوطيل بلا ما نذكر الاسماء تفاديا لاي متابعه. كاين اللي بعيد عليهم هادشي وكيمشيو للوطيل يدخلوا للزمالك ولا الاهلي باش يشجعوها، وهذا في الكواليس راه كلشي واضح. ولو انكم كتجيو بطوموبيلات اللي ماشي ديالكم باش تخباو راه كلشي باين، زعما اش غادي تستافد الا جيتي كتشجع فرقه اجنبيه ضد فرقه ديال بلادك؟ وكنشوف واش كيكتبوا علينا. ما فهمتش انا هاد المسؤولين ولا هادو
وكيخرجوا في الاعلام ولا كيقولوا لك الوطنيه حنا مغاربه خصنا نديروا اليد في اليد، ولكن ماشي بحال هكا. انت كاع بعيد على هذا اللغط، انك غادي تمشي تحضر للوطيل وتدخل عند 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 الزمالك ولا اللي ما عرفناش اش قلتي لهم، زعما اش بغيت تهنئهم حتى من مورا فاش فازوا وبغادي لعندهم زعما ديالاش تقول لي صدقه شخصيه. داكشي بعيد على كره، داكشي يكون صدقه شخصيه تمشي عندهم لمصر ولا تجي وتعرضهم للدرك بلا هذه المقابله. كنقول ان هذاك هو اللي نقدروا نسميوه خيانه، واخا هذا الشيء هادي غير كره قدم زعما ماشي شي حاجه، الا انك تشوف الناس اللي القضيه بعيده عليهم وكيتدخلوا ضد في الرجاء ولا ضد في الوداد ولا ضد في بركان. هذا الشيء ما بغيناش، لان كلنا تحت رايه واحده. دابا بقاو لنا ثلاثه ديال الفرق، بقات بركان كنتمنى انها تدي الكاس وكنتمنى انها تديها لمصر، ما بغيناش شي فريق افريقي، بغينا فريق مصري تديها للمصريين. وبقات لنا الرجاء والوداد، كنقول الى اجلوا الروتور نقدروا اننا نرجعوا في النتيجه، لان حتى العياء وشفنا كيفاش دازت البطوله ديال المغرب عكس المصريين اللي ارتاحوا، عطاهم واحد الفتره ديال الراحه باش يهيئوا باش يوجدوا. حنا البطوله حتى الاخر رمق، حتى الاخر دقيقه عاد بانت وشفنا النيفو باش مشات، لا في الماتش ديال الرجاء مع الجيش لا الماتش ديال الوداد مع الفتح، زعما واحد النيفو طالع وكانوا عطاو داكشي اللي عندهم من اجل البطوله. المشكل وكنحمل المسؤوليه للقجع هو اللي بقى كيأجل بقى كيأجل لي ماتش، دوك كيبانوا الاصابات وكيأجل لي ماتش كيأجل لي ماتش حتى زير الفراقين اللي لاعبين على هذا. اذا المسؤوليه كلشي كيتحملها باش ما نخبيو حتى شي حاجه، حنا كنقولوا داكشي اللي كنشوفوا واللي كنعتقدوا انه صواب. القجع كيتحمل مسؤوليه كبيره في هذا الشيء اللي وقع للرجاء والوداد، لان كون القجع بدم انك اجلتي وعاودتي اجلتي شفتي لي ماتش ديال المنافسات الافريقيه قرب، نزيدو نبعد اجلوا البطوله نحبسوا البطوله نخليو هاد جوج فراقي ولا هاد ثلاثه نزيدو حتى بركان باش يهيئوا باش يوصلوا يديو لنا الفينال ديال الكؤوس الافريقيه ونرجعوا بيناتنا وبشويه العام طول. اذا وصلنا لاخر هذا الفيديو، بغينا كانك تقول لنا في لي كومونتير التوقع ديالك للماتش ديال الروتور ديال الرجاء والزمالك، وتقول لنا التوقع ديالك ديال الماتش ديال الروتور ديال الوداد والاهلي، وتعطينا التوقع ديالك شكون اللي غادي يتاهل ضد بركان. وكنتمنوا ما غاديش نتسنى نقول لكم عطيو التوقع، بغينا بركان تدي الكاس وبغينا تدي المصريين، عاد نجيو للرجاء والوداد ونتمنوا يتاهلوا. ولا صعيب اننا نبدا نقولوا يتلاقاو بجوج على الله يطلع لنا غير واحد. يلا وصلنا اخر هذا الفيديو، السلام عليكم. عجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.